في حياة الشيعة الإمامية الاثني عشرية، ثورة الإمام الحسين كانت محورية في حياتهم. بمعنى آخر، يعني عندما نقول إنسان شيعي أو حتى عند بعض المسلمين من غير الشيعة الاثني عشرية أيضا الإمام الحسين وحركة الإمام الحسين باعتبارها كانت حركة موجهة ضد الفساد الذي كان في أحد أو خلافة بني أمية، لكن الشيعة الاثني عشرية قضية الإمام الحسين كانت محورية في حياتهم، انعكست على وضعهم السياسي، على وضعهم الفقهي، على وضعهم الاجتماعي أيضا. وبالتالي عندما نقول شيعة اثنى عشرية نقول الإمام الحسين ومحورية هذه المعركة. لماذا كانت أو لماذا التزم الشيعة وفقهاء الشيعة وعلماء الشيعة التزموا بقضية الإمام الحسين كونها قضية محورية مركزية في عقيدتهم، في حياتهم السياسية، في حياتهم الاجتماعية، وحتى في الحياة الاقتصادية؟ لماذا كان الإمام الحسين محور في حياتهم العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. في الواقع أن هذا السؤال من التساؤلات الأساسية كما تفضلتم دكتور، لعلنا نستطيع أن نقول أن قضية الإمام الحسين تشكل جزءاً من الهوية الشيعية، لا أنه فقط حالة عامة ثقافية فكرية، جزء من كيان مدرسة أهل البيت هي قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أما لماذا أنه هذه القضية صارت في واقع الشيعة لها هذه المحورية، ولماذا أن الشيعة أيضا ساروا على هذا النهج؟ في الواقع أنه أنا أستطيع أن أرجع ذلك إلى الثقافة التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني نحن عندما نرجع إلى النصوص الروائية والحديثية الواردة عن النبي الأكرم في مصادر المدرستين، يعني هذه الروايات ليست مختصة بالتراث الشيعي والموروث الروائي الشيعي، نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان في عدة مناسبات يشير إلى قضية الإمام الحسين وإلى قضية شهادة الإمام الحسين وأنه كيف يستشهد في كربلاء. وهكذا عندما ننتقل إلى الإمام أمير المؤمنين عندما يأتي إلى صفين يمر من كربلاء أيضا يقف على هذه الأرض ويذكر ما يجري على الحسين وعلى أصحاب الحسين. وهكذا الإمام الحسن، ومن بعد الإمام الحسين أيضا نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطوا محورية خاصة في مجموع الموروث الديني عندنا عن قضية الإمام الحسين. يعني الآن لو أريد أن أذكر لك موردا واحدا، أنت لن تجد في مناسبة من المناسبات الدينية، سواء في شهر رمضان، سواء في رجب، سواء في شعبان، سواء في أي مناسبة من المناسبات، إلا وتوجد هناك زيارة خاصة ومختصة بمن؟ بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن عندما نرجع إلى السيرة الفكرية والسيرة العملية للنبي والأئمة، نجد أنهم أعطوا محورية خاصة لنهضة الإمام الحسين ولحركة الإمام الحسين. هو سؤال هنا سمحت السيد، أنا أبين، ولكن أريد أقول يعني لماذا هذه المحورية؟ الشيعة تبعا لهذا جعلوا قضية الإمام الحسين محورا لحركتهم. يعني بعبارة أخرى أريد أقول بأنه حركة أتباع
مدرسة أهل البيت لجعلي قضية الإمام الحسين محور، هذه لم تكن من الشيعة أو من علماء الشيعة، وإنما أساسا من أين جاءت؟ جاءت من الموروث الديني الذي ورد في مصادر المدرستين أن للحسين مقاما وأن للحسين محورية لا توجد في محل آخر. أما لماذا؟ هذا السؤال الأساسي، يعني عندما نضع يدنا على الموروث لماذا هذه المحورية؟ الجواب، أنا أريد أن أشير إلى مثال والمشاهد الكريم سوف يلتفت، وجنابكم واقعا سوف تلتفتون إلى هذه القضية، وهو أنه أساسا نحن نجد أن القرآن الكريم تعرض لأنبياء كثيرين في القرآن، يعني ورد أكثر من 25 نبي ورد ذكرهم أين؟ في القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم ذكر قضية موسى ووقوف أمام استبداد الفرعوني والظلم الفرعوني وما قاله فرعون، نجد أنه في عشرات الموارد هذه القضية تتكرر. هذه القضية لا نجدها تتكرر في قضية نوح مثلا، لا نجدها تتكرر في قضية إبراهيم. لماذا هذه المحورية لموسى في القرآن الكريم؟ لعله يتجاوز 100 مورد القرآن الكريم أشار إلى قضية موسى. الجواب في اعتقاد الشخص هذه النقطة، وهي أنه المنظومة الدينية في الإسلام رأت أن أهم ما تبتلي بها الأمم جميعا والأمة الإسلامية خصوصا، أهم ما تبتلي بها هي مسألة الظلم والاستبداد وعدم احترام كرامة الإنسان ونحو ذلك. والذي حاول أن يقف أمام هذا الاستبداد وأن يرفع من كرامة الأمة وأن يجعل عنوان نهضته هي كونوا أحرارا في دنياكم. انظروا إلى هذا العنوان العام، كونوا حتى لو لم تكونوا مؤمنين بالمعاد ولستم من المسلمين ولستم تؤمنون بدين أبدا أبدا، ولكنه جعل المحور لحركته وعنوان حركته كونوا أحرارا ماذا؟ في دنياكم. إذن حرية الإنسان، كرامة الإنسان، حفظ حقوق الإنسان، يعني المبادئ العامة الإنسانية، هذه هي القضية. أنتم الآن لو ترجعون إلى التاريخ المدون عندنا تجدون أن المشكلة الأصلية في كل الحكومات هو ماذا؟ هو الاستبداد والظلم وعدم احترام كرامة الإنسان وحرية الإنسان. إذن هذه المحورية جاءت لأنها تمثل هذا النموذج، يعني أن قضية الإمام الحسين تعطي نموذجا لقضية مستمرة على مدار التاريخ. يعني القضية ليست قضية في زمان وينتهي دورها وينتهي مفعولها، لا أبدا، دائما هذه القضية دائما تستطيع أن تؤتي أكلها. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقضية الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين وحركة الإمام الحسين من مصاديق هذه الآية المباركة. ومثل كلمة طيبة، هذه الكلمة الطيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، يعني لها زمان وينتهي دورها أو ليس لها زمان وينتهي دوره. تجدون بعض الأحداث يأتي زمان وينتهي دور ذلك الحدث، يعني يكون جزءا من التاريخ. ولكن قضية الإمام الحسين لأنها تلامس كل زمان وكل سلطة استبدادية تريد الأمة أن ترفع من ذلك وتقف أمام ذلك الاستبداد، النموذج لها من هو؟ هو الإمام الحسين. ولهذا نجد أن الإسلام أعطى محورية لهذه القضية، لقضية الإمام الحسين، وأن أتباع مدرسة أهل البيت بالخصوص وعموم المسلمين، أنتم تجدون الآن، أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، أنتم تجدون الآن كلمات كثيرة من غير المسلمين أيضا عندما يصلون إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقفون خاضعين يحترمون هذه التجربة الرائدة في تاريخ